مساء انت طيب. ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس؟ ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى ال 5 جنيه. قولي له ال 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي؟ وكانت بتعمل ايه زمان؟ قولي له فرحك انت تكلف قد ايه؟ اوعى اوعى جيل اخر زمن. هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى. جاي يا واد ابدا باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين اعمل اكسوس. شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي ينفع؟ تنفع اه، وتخش تبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر، خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بأدب. مظبوطين مظبوطين. يلا روح انت. تعال. شبرا. خش تبوس ايه؟ ايده. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. ماشي. إلهي يسعدك يا آدم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا أمي، ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. آدم، هو أنا يعني لازم أروح أقل أدبي على أبوك عشان تديني هدية؟ ماشي يا عم، ماشي يابا. فاكر يا أبو، فاكر. يلا، خمسايا أهي، يلا العب مع أصحابك. ها؟ مبسوط؟ يلا تروح تبوس ايده ورجله ولا يفهم له كمان. يلا. ايه ده؟ 5 جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انت عايشين ايام الاكسوس. عم شفاره حبيبي، صباحك ايه الاخبارك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعيط في القناطر يا سيدي. امي يا عم صممت اخرجها واديها في العيد القناطر، وحلفت عليا كمان لازم اتمرجح. اتمرجح اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير اما اشوفك قدام عيني بتتمرجح. لا رضا الام واجب برضو تعيش وتتمرجح طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه، طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله، اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب يلا بنروح. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تمرجح؟ لا نزلني انا بقى. اركب يلا. تعال اقعد.